لا حدود لها، وعملك وقدرتك واستطاعتك يا رب عجيبة، وطول أناتك علينا يا ربي ليس لها مثيل. نطلب من آدم تحننك، متعنا يا رب بحضورك في وسطينا بالبركة يا رب بارك، وبالتقديس يا رب قدس. أنت تعلم احتياجات كل إنسان، فرحنا وشبعنا بكلمتك، عزينا ونقينا وغيرنا يا رب بكلمتك. بشفاعة كلية الطهر القديس العذراء مريم وقروذنا ماري مرقس الإنجيل الطاهر والشهيد، اسمع يا رب واستجيب لينا، لأن لي كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى دار الدهور كلها. آمين. نكمل مع بعض قرايتنا في سفر دانيال، وإحنا وصلنا لإصحاح 4. شفنا أمانة دانيال والتلات فتية تجاه الله بالرغم من كل الظروف المحيطة بيها، وإزاي أمانتهم دي ربنا قدرها ورفعهم فوق كل التجارب أو كل المكايد أو كل الصعوبات اللي مروا بيها. لكن نلفت نظرنا حاجة مهمة، إن الله كان أراد أن يتعامل مع نبوخذ نصر ملك بابل. ففي الحلم اللي شافه ودانيال قاله له وفسره له، الله تعامل مع نبوخذ نصر في موقف ثبات التلات فتية وظهور الرابع الشبيه بابن الآلهة معهم في أتون النار، ورؤية دانيال لهذا، ورؤية آسف نبوخذ نصر لهذا الرابع الشبيه بابن الآلهة، وإنه قال ما فيش إله غير إله التلات فتية دول. بالرغم من إنه قال كده وتأكد من كده، لكن هو ما حاولش يخش في علاقة مع إله دانيال والتلات فتية، لكن ربنا استمر في إن بيحاول يجذبه ويدخله في علاقة شخصية معاه. وده اللي بيورينا حلاوة ربنا، إن ربنا بيتعامل معانا بطرق كتيرة، وبيتعامل مع كل الناس، لأن ربنا عايز خليقته كلها ترجع ليه. فبيقول لنا كده في إصحاح 4، من نبوخذ نصر الملك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة. نبوخذ نصر بيكتب كتاب، أو وده كان باللغة الكلدانية مش باللغة الآرامية أو اللغة العبرية، لا ده بيكتب الكلام ده، الجزء ده من سفر دانيال مكتوب باللغة الكلدانية. فبيقول نبوخذ نصر كتب الكلام ده عن اختباره الشخصي مع الله، وبيحكيه لكل الناس، من نبوخذ نصر الملك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة، ناس ساكنين في الأرض كلها. ليكسر سلامكم. والحاجة الرائعة إن اختبار عمل الله معاه بيديله سلام، والسلام ده بيفيد منه على الآخرين. الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العلي. أنا هحكي لكم عن الآيات والعجائب اللي ربنا عملها معي. والآيات يعني المعجزات أو الحاجات العجيبة اللي فوق تصديق العقل. هو مش هيقول إن ربنا فسر له الحلم وأعلن له المستقبل، أو إنه شاف ربنا في آلام التلات فتية اللي في أتون النار، لا ده هيتكلم عن الآيات والعجائب اللي ربنا عملها معاه هو شخصيا بالتأديب، مش بالمعجزات، بالتأديب التي صنعها معي الله العلي. حسن عندي أن أخبر بها وأنا هقولها، وده حاجة حلوة بالنسبة لي بالرغم إن هي يعني بتدينه أو بتوري وحشته.
لكن هو بيقول حسن عندي أن أخبر به. آياته ما أعظمها، عجائبه ما أقواها، ملكوته ملكوت أبدي، سلطانه إلى دور فدور. ويعترف بأن ملكوت الله هو الملكوت الأبدي الذي لا ينتهي مطلقاً. أنا نبوخذنصر كنت مطمئناً في بيتي وناضراً في قصري. هو كان عنده غنى فاحش عظيم جداً وحضارة رائعة، الحضارة البابلية، وخد انتصارات جبارة حققها في حياته. كان عنده من المجد والكرامة والغنى والثروة والقوة اللي أي حد يتمنى، أو يعني أي حد عالمي هتبقى أمانيه في الحاجات اللي عند نبوخذنصر دي. فعشان كده نبوخذنصر لأنه حقق حاجات كتيرة فبيقول كنت مطمئنا، كنت مطمئن أنا مفيش زيي، وناظرا يعني النضارة دي من الصحة والقوة، قوة جسدية وقوة نفسية، زي ما ناس كتيرة بتبقى عايشة مطمنة إن عندها، إنها متأمنة، إنها كويسة. رأيت حلما فروعني، شاف حلم تاني غير الحلم الأولاني، والأفكار على فراشي ورؤى رأسي أفزعتني، فصدر مني أمر بإحضار جميع حكماء بابل قدامي ليعرفوني بتعبير الحلم. هنا إذن حضر المجوس والسحرة والكلدانيون والمنجمون وقصصت الحلم عليه. وهنا ما عملش زي المرة اللي فاتت، المرة اللي فاتت كان قال لهم تقولوا لي الحلم وتفسيره، لكن هنا هو قال الحلم، حكى لهم الحلم، وده يورينا مدى الاضطراب اللي أصابه والخوف والجزع اللي أصابه، لدرجة إنه بقى يعني ما عندوش وقت يمتحن الناس هتخدعه ولا مش هتخدعه. جابهم كلهم المنجمين والسحرة كعادته وقال لهم الحكم، وقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني بتعبيره، محدش قدر يفسره له. أخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بلتشصر، كاسم إلهي. بلتشصر محبوب الإله بتاع نبوخذنصر، كان الإله بتاع بابل اسمه بيل، بيل مردوخ، فبلتشصر يعني محبوب بيل. كاسم إلهي والذي فيه روح الآلهة القدوسين. أول مرة لكن هو ما يعرفش الله، ما يعرفش اسمه، ما يعرفش قيم، فقال هذا التدوير كان يعني روح الآلهة القدوسين. القدوسين يعني المقدسين اللي محدش يقدر يقرب منه. ولا حازم ما فيش حاجة زهرة. أبونا أدسك على ميوت يا أبونا. ولا في صورة ولا كتابة ولا حاجة يا حازم. أبونا أدسك على ميوت. كده الصوت طلع؟ آه يا أبونا. أنا ما عملتش حاجة، ما أعرفش إيه. أيوة. حازم اللي عمل. أنا غالباً كنت أنا سوري، أنا كنت غالباً بميوت حد. سوري.
تفضلي منى. يا بلتشاص كبير المجوس، من حيث إني أعلم أن فيك روح الآلهة القدوسين ولا يعثر عليك سر، أخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره. فرؤى رأسي على فراشي هي إني كنت أرى في الشجرة في وسط الأرض وطول عظيم، فكبرت الشجرة وقويت فبلغ علوها إلى السماء. شاف شجرة في وسط الأرض، مركز الأرض كلها، مركز العالم. الشجرة دي عمالة تكبر 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 لحد ما وصلت للسماء، ومنظرها إلى أقصى كل الأرض، ارتفاعها واصل للسماء وسمكها غطى الأرض كله، وأوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع، وتحتها استظل حيوان البر وفي أغصانها سكنت طيور السماء، وطعم منها كل البشر. يعني الشجرة دي كبرت وارتفعت وبقى الكل بيأكل منها، سواء حيوان الحقل أو طير السماء أو البشر. كنت أرى في رؤى رأسي على فراشي وإذ بساهر وقدوس. منظر رهيب، واحد ساهر يعني لا ينعس ولا ينام، وقدوس كله قداسة، منظره مخيف جدا وعينيه بتكشف كل حاجة. نزل من السماء، فصرخ بشدة وقال هكذا اقطعوا الشجرة واقضبوا أغصانها وانثروا أوراقها وابذروا ثمارها، ليهرب الحيوان من تحتها والطير من أغصانها، ولكن اتركوا ساق أصلها في الأرض وبقيد من حديد ونحاس وفي عشب الحق، وليبتل بندى السماء وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحق. الساهر القدوس ده اللي هو شخص المسيح أو رب المجد، قال لهم اقطعوا الشجرة دي ونزلوا أغصانها وأوراقها ومحدش يجي ناحيتها ومحدش يقرب منها. ولكن سيبوا الساق، ولكن اتركوا ساق أصلها في الأرض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحق، وليبتل بندى السماء وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحق. يعني يبقى مربوط في الشجرة دهية، لكن محدش بيقرب منه، محدش بيغطيه، يبتل بندى السماء ويأكل مع الحيوانات من عشب الحق. ليتغير قلبه عن الإنسان وليعطى قلب حيوان، ينزع منه قلب الإنسان اللي فيه الحكمة والمعرفة والرقي والحضارة ويعطى قلب حيوان بهيمي، ولتمضي عليه سبعة أزمنة. شوفوه كده، سبع أزمنة، رقم سبعة ده رقم الكمال. هذا الأمر بقضاء الساهر والحكم بكلمة القدوسين. الأمر ده من ربنا الساهر، وهنا بنمجد الجمع الساهرين، والحكم بكلمة القدوسين بأمر الثالوث القدوس، لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس، عشان كل الناس تعرف أن العلي الله العلي ده هو اللي ليه سلطان على كل مملكة الناس اللي هي مملكة الأرض.
فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. هذا الحلم ربنا يديها للي هو شايفه حتى لو كان أحقر الناس. هذا الحلم رأيته أنا نبوخذ النصر الملك، أما أنت يا بلتشصر فبين تعبيره، لأن كل حكماء مملكتي لا يستطيعون أن يعرفوني بالتعبير. أنت فسره لي لأن ما حدش قدر يقول لي إيه معناه. أما أنت فتستطيع، أنا عارف واثق إنك تقدر. ليه؟ مش من ذاتك. لأن فيك روح الآلهة القدوسين. فيك روح الله اللي نطق فيك قبل كده يقدر يتكلم تاني ويقول لي إيه معنى الحلم. حينئذ تحير دانيال الذي اسمه بلتشصر. دانيال تحير مش لأنه مش عارف أو مش فاهم، وتحير إذا هيقول الكلام ده للملك، لأن الكلام صعب جدا للملك. وتحير دانيال ساعة واحدة وأفزعته أفكاره. ده لو هيقول الملك ده الكلام ده مباشر أكيد الملك هيطير رقبته، لأن الكلام صعب جدا، رسالة صعبة من الله لنبوخذ نصر، وتأديب صعب جدا من الله للملك نبوخذ نصر اللي هو أعظم الملوك اللي عرفوا على الأرض. أجاب الملك وقال يا بلتشصر لا يدعك الحلم ولا تعبير، ما تخافش قول. فأجاب بلتشصر وقال يا سيدي الحلم لمبغضيك. برضك في حكمة دانيال قال الكلام اللي أنا هقوله لك ده يا ريت يكون للي بيغضوك واللي بيكرهوك لأعدائك، وتعبيره لأعاديك اللي بيعادوك. الشجرة التي رأيتها التي كبرت وقويت وبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى كل الأرض وأوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع وتحتها سكن حيوان البر وفي أغصانها سكنت طيور السماء، إنما هي كثيرة وفيها طعام للجميع وتحتها سكن حيوان البر وفي أغصانها سكنت طيور السماء، إنما هي أنت يا أيها الملك. الشجرة دي هي أنت الذي كبرت وتقويت وعظمتك قد زادت وبلغت إلى السماء وسلطانك إلى أقصى الأرض. مملكة بابل كانت من أعظم الممالك ومن أعظم الحضارات اللي عرفت على تاريخ البشرية كلها، ولأن بابل فيها جبال فكانت فيها حدائق بابل المعلقة، عمل كل ده بفن وبقدرة وبجبروت وبعظم. فأنت أيها الملك الذي كبرت وتقويت وعظمتك قد زادت وبلغت إلى السماء وسلطانك إلى أقصى الأرض. وحيث رأى الملك ساهرا وقدوسا نزل من السماء وقال اقطعوا الشجرة واهلكوها ولكن اتركوا ساق أصلها في الأرض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحط. في قيد من حديد ونحاس، ودي حاجة تقيلة مفروض تتربط في حاجة ناشفة، لكن ده قالوا ربطوها في عشب الأرض. عشب الأرض ده حاجة ضعيفة جدا. وليبتد بندى السماء وليكن نصيبه مع حيوان البر، عيش زي عيشة الحيوانات حتى تمضي عليه سبعة أزمان. هذا هو التعبير أيها الملك، وهذا هو قضاء العلي، تفسير الحلم، وده حكم ربنا عليه. وهنا نشوف بقى دانيال يستجمع الشجاعة بتاعته
وبمنتهى الأمانة يبلغ الرسالة لنبوخذ نصر، بصرف النظر هيكون رد فعله إيه. هذا هو قضاء العلي الذي يأتي على سيد الملك، يطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، ويبلونك بندى السماء، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس. نبوخذ نصر كان عارف أو عنده إحساس كبير جدا بالذات، إن محدش قدر يقف قدامه، ولأنه امتلك كل شيء. شفنا إحساسه بالذات لما عمل تمثال لنفسه وكان عايز الناس تعبده، ما زال هذا الإحساس بالذات موجود عنده، فكان ده تأديب ربنا عشان يخلصه من الذات بتاعه، فيعرف إن السماوات سلطان. لذلك أيها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك. دانيال بالحب كده قال له يا ريتك تسمع كلامي. فارق خطاياك بالبر وآثامك بالرحمة. يعني ربنا بيعلن لك الإعلان ده علشان أنت تتوب وتتغير وتتخلص من الإحساس بالذات، وعشان الإنسان يتخلص من الإحساس بالذات والتركيز على نفسه يعمل حاجتين: البر صح صح يشيل الغلط اللي احنا بنعمله من أجل ذواتنا، وتاني حاجة عمل الرحمة، لأن الرحمة تخلينا مقتدعين وتخلينا نحس بالآخرين. ففارق خطاياك بالبر وآثامك بالرحمة للمساكين لعله يطال اطمئنانك، علشان تدوم النعمة اللي انت فيها وتحس بالطمأنينة الحقيقية مش بالطمأنينة الكاذبة اللي انت كنت مطمن ليه. وهو ده أهم حاجة في الموضوع، نفارق خطايانا بالبر ونصنع الرحمة علشان يبقى لنا اطمئنان حقيقي، مش اطمئنان مزيف. اطمئنان المزيف ده اللي عايشينه معتمدين على فلوسنا ولا على إمكانياتنا ولا على شهاداتنا ولا على البلد اللي عايشين فيه ولا العلاقات بتاعتنا، مش هتقدر تدينا اطمئنان حقيقي. لكن الاطمئنان الحقيقي جاي من مفارقة الخطية وصنع الرحمة. نبوخذ نصر بيكمل بيقول كل هذا جاء على نبوخذ الملك، كل ده فعلا حصل لي. عند نهاية 12 شهر، يعني يدوبك فات سنة على الحلم ده، هو نبوخذ نصر ما اتغيرش، ما عملش حاجة، فضل زي ما هو، سمع الكلام وفوته، لأن هو كل الأمور اللي حواليه كانت مستقرة، صحته كويسة وإمكانياته كتيرة وغناه. برغم إن ربنا اداله فترة السنة دي علشان يسمع كلام دانيال ويراجع نفسه، لكن ما عملش كده، بل استمر في الإحساس بالذات. 51. فبيقول عند نهاية 12 شهرا كان يتمشى على قصر مملكة بابل، وأجاب الملك فقال أليست هذه يا بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ فرحان قوي باللي عمله وصنعت ايديه، انا حققت، مش هي دي بابل اللي انا بنيتها بقوتي وباقتداري وبذكائي وبامكانياتي؟
لمجدي ولجلالي لعظمتي. لما الإنسان كده يبص اللي حققه في حياته يقول يحق لي أن أنا أفتخر. والكلمة بعد بفم الملك وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك أن الملك قد زال عنك. اللي انت فرحان بيه ده راح من عليك خلاص، ويطردونك من بين الناس ويكون سكناك مع حيوان البر ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس وأنه يعطيها من يشاء. عشان كده ياريت الإنسان يتنبه للحتة دي، اللي أنا حققته ده مش بمجهودي، ده عطية ربنا لي، وربنا حطني وكيل على كل اللي اتحقق في حياتي من مجد، من غنى، من ثروة، من علم، من صحة. أنا مجرد وكيل، أنا لست مالكا أو صانعا، لأن ربنا يقدر يديها لمن يشاء لأي حد. بس الشطارة الإنسان يحس إن كل اللي عنده ده هو من الله مش من ذاته. وفي تلك الساعة تم الأمر على نبوخذ نصر فطرد من بين الناس وأكل العشب كالثيران وابتل جسمه بندى السماء. ويقال إنه أصابه نوع من الصرع، صرع يعني بعض التشنجات كده، غيرت شكله فرأى منظره مخيف فالناس طردته، حتى طال شعره مثل النسور وأظافره مثل الطيور. وعند انتهاء الأيام بعد ما فات 7 أزمنة أو 7 سنين، أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي. لما بص ناحية السماء، لما بص ناحية ربنا وفهم الدرس إن ربنا هو اللي اداله كل هذه الأشياء، وإن ربنا عايز يتعامل معاه ويدخله في علاقة معاه، رجع له عقله. ودي أهمية إن احنا نتطلع إلى السماء باستمرار، كل مرة نقول نرفع عيوننا إلى فوق نحو إلى السماء ونقول أبانا الذي في السماوات، عشان نبص للعلي المتسلط الحقيقي. طول ما احنا بصين للأرض شايفين غير نفسينا، لكن ما أجمل العينين المرفوعة للسماء واللي بصة للسماء باستمرار. العينين المرفوعة للسماء لها يرجع لها. فرجع إلي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى أبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور. وهنا بقى دخل في علاقة وعشرة مع الله بالتسبيح والترنيم والشكر لربنا، وعرف ربنا ده لسلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور. وحصرت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماوات وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده. الله ده القادر على كل شيء، أو يقول له ماذا تفعل. فأدرك عظمة الله. في ذلك الوقت رجع إلي عقلي، وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي،
وطلبت مشيري وعظمائي، وتثبت على مملكتي، وازداد في عظمة كثيرة. لما تعلم الدرس واستفاد وبقى حياته متركزة على ربنا مش على ذاته، رجعت له عظمته بل زادت عظمته. فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق. وهنا نبوخذ نصر قبل التأديب بتاع ربنا وقال اللي أنت عملته ده يا رب صح معايا، لأنك بتحبني ولأنك عايز تغيرني أنا قبلت التأديب وخضعت للتأديب ده. مش بس كده قبلته، ده أنا هخبر الناس بيه، ومش هتكسف إني أعلن وحشتي وكبريائي، لكن إزاي أنت يا رب غيرتني. الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يضله. فهو قادر على أن يضله. ومن اللحظة دي ابتدى نبوخذ نصر يخش في علاقة مع الله. هو كان يعرف ربنا وسمع عنه وشاف عجايبه، لكن ما دخلش في علاقة إلا لما جاله التأديب والله أعلن له ذاته. فالله بيعلن لنا ذاته إما بحاجة رائعة في حياتنا تفرحنا، أو بيعلن لنا ذاته من حاجة تألمنا وتأدبنا علشان تغيرنا. كل واحد بقى وتفاعله مع إعلانات ربنا، ساعات بالمعجزات وبالآيات وبالعجائب، وساعات بالتأديب. اتفق كده لو حد يحب يسأل سؤال أو يعلق تحت أمرك. نقبل الأيادي يا قدس أبونا. ربنا بالنسبة للحلم بتاع نبوخذ نصر، كان بيعتبر رسالة من عند ربنا، فهل إحنا الأحلام بتاعتنا بتكون اضطرابات فكرية ولا برضو دي رسالة من ربنا؟ لا، في أنواع كتير من الأحلام. في أحلام، وده معظم الأحلام بيجي نتيجة التفكير موجود في العقل الباطن بتاعنا، رغباتنا، احتياجاتنا، مخاوفنا، شهواتنا، كل الحاجات اللي بتشغل ذهن الإنسان، الحاجات اللي شافها والحاجات اللي سمعها دي بتتخزن في العقل الباطن، وفي نوم الإنسان بتطلع الأحلام من العقل الباطن. لكن في أحلام معينة دي رسالة من الله، فمش كل حلم رسالة من ربنا. في رسالة من الله لشخصيات معينة لعمل معين، وتبقى واضحة إن الموضوع ده من الله، مش محتاج الإنسان يقعد يتساءل فيه. الله لما بيبعت حاجة في حلم للإنسان بيعرف الإنسان إن ده منه، فمش كل حاجة الإنسان بيحلم بيها هي من الله، لأن في حاجات من الشيطان كمان. عشان كده الحاجة من الله ما تروحش إلا للإنسان اللي عنده استعداد إنه يتغير زي نبوخذ نصر. شكرا يا أبي، شكرا. أتسبونا ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. بالنسبة لأن بابل، مملكة بابل قعدت 7 سنين من غير ملك، يعني ازاي ما ضعفتش؟ يعني لان هم ما عينوش حد تاني، مش كده؟ لان نبوخذ نصر رجع بعد كده، لكن كان في وزراء وكان في حكام وكان في دانيال وكان في 3 فتية، دول اللي قاموا بدور الملك. لان هنشوف ان دانيال كان الرجل الثاني في المملكه،
اوكي ثانك يو ابونا. كده ما سقطتش المملكة. ابونا هي الصحبة شبيه خالص بيوسف الصديق في حاجات كتير، فرعون والحلم بتاعه، بس حلم فرعون كان يختلف حلم نبوخذ نصر. حلم فرعون كان من أجل البلد، لكن حلم نبوخذ نصر ده من أجله هو شخصيا. ودانيال رجل الثاني، ويوسف كان رجل الثاني في المملكة. مرسي أبونا، شكرا. جعلنا رب مستحقين، أقول لك بكل الشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، اغفر لنا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.